بغيت نعطيكم ما عندي الان على الشركه المفوض لها النقل الحضري بمدينه فاس. احنا باش نكونوا واضحين ونتمنى نكون وجيز ونكون هادف، وحنا ماشيين دوله الحق والقانون. منين دار المجلس الجاوي الحسابات وسجل واحد الملاحظات على الشركه المفوض لها، هادشي دار في ماي 2021. حنا جينا في اكتوبر، من لقيت المحضر ديال المجلس الجاوي الحسابات تقول بانه كاين واحد النقص ديال 194 طوبيس، وكاين 122 طوبيس ديال لاغاتيف خصهم يمشيو بحالهم. طبقا للمادة 53 كان يلزمني القانون باش انا نحط الانذار الاول، تنقول له راه 30 يوم عندك باش تجيب هاد الطوبيسات اللي ناقصينك. ومني تتسالى 30 يوم القانون تينص عليا عاوتاني باش في المادة 53 دائما 54 باش ندوز الانذار الثاني، وهذا الانذار الثاني تيدوم 60 يوم. وهاد 60 يوم شاءت الاقدار انها اليوم تتسالى. وشنو تنقولوا في هذا الانذار؟ تنقولوا راه ناقصنا 194 طوبيس خاصها تجينا، ما تنطلبوش شي حاجه. حنا بغينا 194 طوبيس تجي لفاس وتكون في جديده وفي مستوى عالي. هذه الفتره هذه ديال 60 يوم من بعد ما تقاضت 30 يوم الاولى، الشركه قدمت بعض الاقتراحات بانها غادي تجيب 50 طوبيس مستعمل من الخارج بقيمه مليار سنتيم، وانها غادي تشري الحافلات في السنه 2023 في 2024، ولكن خصها الدعم من وزاره الداخليه التي تقدم اكثر من 38 مليار سنتيم. هذا هو السيناريو الاول. السيناريو الثاني هو ان قالت لك خصنا باش نزيدوها 5 سنين في العقده وتشارك ب 40% من الميزانيه الكبيره ديال الغلاف المالي اللي هو تيتنازع 40 مليار. لا بغينا 200 طوبيس خصنا 40 مليار، هي تعطي 40%. وعندها الاقتراح الثالث اللي خصها توصل حتى 2035 وتعطي ذاك الساعه 60% من القيمه الماليه ديال الاستثمار. هاد الاقتراحات هادو توصلت بهم كمجلس، ومنين تنتوصل بهم كمجلس عرضتهم للسلطه اللي معنيه. حنا مشينا للمديريه العامه للجامعات المحليه في الرباط، وعارفين بان كاين واحد نقاش فيما يخص النقل الحضاري، وحطينا لهم اقتراحات. الاقتراح ديال التمديد ممنوع، التمديد ديال الشركه باش تمدد ما بقاش صالح. الاستثمار اللي خصها تستثمر خصها تستثمر. الطوبيسات اللي ناقصينها في العقد التعاقدي اللي عندنا الذي يلزمنا خصها تطبقوا. اذا ملي تيخل شي واحد من القانون في العقد بشي حاجه تتقيد عليه واحد الغرامات. هذيك الغرامات راها من النهار الاول ملي درت الانذار والغرامات تتسجل الى يومنا الان. وخير دليل على ان احنا ماشيين في دوله الحق والقانون ملي تجيني المراسلات من السلطه الوصيه لانه المجلس الجاوي للحسابات ملي صافط التقرير ديالو راه ما صيفطوش باش نخليوه عاوتاني في ليزارشيف. هو راه جا في ماي وما دارت فيه لا في ماي لا في جوان لا في جويي لا في اوت، صيفطو من نقولو بدات الانتخابات ايوا 4 شهور دازت ما دار حتى شي حاجه. والتحالف اللي راه الحمد لله قوي راه باغي يقلع بهاد المدينه يزيد بها القدام. راه ما يمكنش نخلي واحد الملاحظات مسجله علينا، وهذا ماشي هذه راه مؤسسه قضائيه، هذا راه مجلس الجهود الحسابات. اذا كان خصني دابا باش نقوم باللازم، نقمنا بهذا اللازم دابا الان. ها انا جو سوي انتربولي قدامكم، يكون ما درناش الانذار الاول والانذار الثاني سابقى مساءل. ماذا سنقول لمجلس الجهود الحسابات؟ انك ما حركتي والو، انك قبلتي يبقى فات بلا بطوبيسات، ستبقى مساءلون. الان ملي درنا الانذار الاول والانذار الثاني واليوم تسالى الانذار الثاني، اذا راه عندنا واحد الغرامه تتسلاها مدينه فاس لانك تتاخر الطوبيس. هادشي كاين في القانون، ما
ماشي انا انفونطي ولا انا غادي نقترحوا ولا المجلس الموقع دفتر التحملات وتوصلنا حتى من الشركه بان تقول بانها عندها غرامه المجلس خصو يخلصها لها لانه ما وفرش وما دارش وما دارش وما دارش الطاكسيات تيديو لها البلايص ديالها الطاكسي البيض تاخذ الكليان من المحطه هادو ما اللي جابت وبان هاد المحطات هادو اللي ما تتقتش فيهم الكليان عندها ارباح ضاعت ليها تتقول بان ضاعت لها ملايير اللي خص الجامعات هادشي راه ماشي يجي الوقت فين غادي ينصفوا شكون القضاء كاين السلطه الوصيه وكاين المسائل المعمول بها في دوله الحق والقانون ولكن احنا كمجلس قمنا بالذي نحن ملزمين به راه ما كاينش اللي يقدر يدير الانذار من غير رئيس المجلس المدينه لان احنا المفوضين ولا ما درناش غنوليو مسائلين اذا كان خصنا نديرو الانذار الاول والانذار الثاني احنا دابا وصلنا لواحد المحطه الان باش نقولوها شحال الغرامه ديال الشركه وما نقولهاش الان علاش لانه احنا ماشي تنسوقوا غير تنهضروا حنا تنعرفوا اش تنديروا وحنا ماشيين مع السلطه الوصيه ومع المديريه ديال الجامعات المحليه اللي مهتمه راه كاين قسم خاص غير بهذا الشيء ديال التنقل في المغرب هذا الشيء اللي خصنا نفرحوا به حنا دوله الحق والقانون المؤسسات اللي باغي يدير التخلويض راه مابقاش بلاصتو في البلاد اذا حنا غادي نمشيو مع القانون اللي يحكم علينا القانون هاد الشركه الباحث سمعت بانها تتروج بانها دايره الطلب ديال 200 طوبيس من منعك على ذلك مرحبا لا جبتي الطوبيس يجي مرحبا شكون غادي يمنعك يلا سيدي عندك 200 طوبيس مرحبا واش حنا جبنا غيرك حنا ما جبنا غيرك حنا ما عيطنا لا لشركه وحده اخرى وما عنديش الحق باش نعيط لشي شركه وحده اخرى الا باسم القانون وما عنديش الحق باش ندخل في شي حاجه ديال هذا الشيء ديال التسويق راه ما يمكنش راه رئيس الجامعه هو السلطه التنفيذيه ديال المجلس موقع والمجلس الموقع له قانون يحميه وانا في هذا القانون تنخدم ما يجيش شي واحد يقول لك هادو غادي يديروا كذا او غادي يديروا كذا ما غنديروا غير القانون ودائما الحماية الاجتماعية للناس اللي خدامين في الشركة وتنحييهم وتنقدرهم وتنقول لهم حنا دائما المجلس بجنبكم فإذا هذا الشيء ديال المزايدات اللي تدوز بعض الخطرات في صحافة على كانت الشركة عندها الطوبيسات مرحبا أجل لا حنا تنعانيو عرفتي شحال من الطوبيس وقف عرفتي شحال من خط وقف عرفتي الغبابة الحالة ما نزيدش نهضر عليها ولكن احنا غنطبقوا المسائل ديال القانون اللي احنا ملزمين به انا كل ما جاوبتش دابا اليوم غنجاوب المجلس الجاوب الحسابات غنوليو مسائلين احنا كاملين في المجلس ولكن احنا بغينا فاس تحمى باش بقرارات مجلس المدينه راه قرارات مجلس المدينه هو اللي غادي يحمي ساكنه فاس باش هو ان النقل الحضري يكون في مستوى الحافلات تكون في مستوى مع هاد الشركه اللي جابت الطوبيسات مرحبا احنا عندنا البوتونسيال باش نخدموا عندنا مليون ديال الساكنه اللي يمكن تنقل خصها غير تكون ظروف حسنه ولكن ما نزيدوش في الطريفة ما غنزيدوش وفي الثالثة هذاك نص السيارة يحط سيارته ويطلع في الحافلة لأن غتجي في الوقت وغتقلع في الوقت وغتوصل الطالب في وقته وهذاك اللي ماشي يقرا في المدرسة في وقته وهذاك اللي داخل السيد إبراهيم يخدم في شي معمل في وقته ها هو السيد النائب معايا كنا تناقشوا الناس اللي تيمشيو للسيد إبراهيم وخاصة النساء هو تيقترح علاش ما كاينش داك الحافله اللي غادي دير معها الشراكه وتهزلك داك المستخدمات اللي تيجيو واللي راكم عارفين فوقاش يقلعوا في 6 الصباح وقبل باش يوصلوا للمعمل وباش يوصلوا للشركات ديال سيدي ابراهيم علاش ما يكونش عندهم واحد الحافله خاصه بهم ديهم في الصباح وتجيبهم تما في 6 العشيه ولا 5 ولا شوف الوقت اللي عندهم ما قدوش يديروا هذا الشيء ما قدوش علاش لان كاين الخطر اذا سمحوا لي حطيت هذا القوس هذا وهذه غير من التنوير سيد رئيس الكل تيقول اودي حنا ما بغيناش المهنيين ديال النقل اصحاب الطوبيسات ما يتقاسوش وهذا الشيء اللي بغيت السيد الرئيس يوضحوا للاخوان باش يعرفوا بان المهنيين ديال النقل ما غاديش يتقاسوا هذا غير واحد التوضيح الله يخليك السيد الرئيس شكرا شكرا الاخ الرئيس المحترم انا اشكرك مره اخرى الاوتور المستخدمين ديال شركه سيتي فاس انا عارف بانهم المسائل ديال السينيسيس ديال ملي تتسال والناس اللي تخرجوا روتريت وعندهم مشاكل راه ما يمكنش ما نحميوهمش حنا تنقولها امامكم باسم المجلس باسم
معناتها السلطه الوصيه هنا شي متفقين به نلتزم به. داكشي اللي وقع في لاغاتيف داك المهزله اللي وقعات في واحد 2011 2012 ما بغيناهاش تعاود وعمرها ما تعاود لان الدوله تتقدم لان احنا الحكامه كاينه. صاحب الجلاله نصر الله دائما يحثنا على الحكامه الجيده، المفهوم الجديد للسلطه، الديمقراطيه، هادو شعارات قويه، هادو شعارات حنا منخرطين فيها، حنا ملتزمين بها، حنا من اجل مدينه فاس، فكونوا متاكدين بانه راه شي حاجه اللي غتقيس المهنيين، احنا ضد هادشي اللي بغيت نقول لكم وشكرا.